انا سمعت مقطع لاحد المشايخ ولا احب ان اذكر اسمه يعني، قال مهما فعلت من ابواب الشر، وكان الكلام مطلق يعني ابواب الشر كانت يعني في قصد مطلق، مهما فعلت من ابواب الشر مع برك بامك سيغفر الله لك ويرحمك، ومهما فعلت من ابواب الخير وانت عاقل لوالديك لن يغفر الله عز وجل لك ولا يرحمك. لا الكلام غير صحيح. فما رأي فضلتكم؟ قول غير صحيح.